دينا سمير غانم مكسرة الدنيا في الترند، نشوف ايه الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هندخل على تويتر ونشوف الترند وصل لفين. النهاردة دينا سمير غانم مكسرة الدنيا في الترند، نشوف ايه الحقيقة وايه اللي خلى ترند دينا سمير غانم يتصدر قائمة المتداول في مصر. حساب لنا ماجازين قالت الشبه كبير بين لعبة يوفنتوس ودينا سمير غانم وسيرن دانك. ايه الموضوع؟ حساب في حب الاهلي علق وقال بالتوفيق يا نجمة في الدوري الايطالي، سلامنا للدون كريستيانو رونالدو، دينا فخر العرب في ايطاليا. موضوع كبير يا جماعة. ايمان علقت وقالت دينا سمير غانم بتعمل ايه في يوفنتوس؟ حتى حساب عكاظ الثقافية علق وقال ما حقيقة انضمام دينا سمير غانم إلى نادي يوفنتوس؟ طب دينا سمير غانم عملت ايه؟ حطت صورتها على حسابها على تويتر وعلقت قائلة ممثلة ومطربة ووالدة كايلا رامي رضوان وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر. طيب ايه هي الحقيقة يا جماعة؟ الحقيقة وضحتها صحيفة الرؤية، قالت ان في مدافعة بتلعب في نادي اليوفنتوس في فريق السيدات تبلغ من العمر 31 عام اسمها سارة جامع. في شبه كبير بينها وبين دينا سمير غانم، خاصة في اللوك اللي ظهرت به دينا سمير غانم في فيلم الفرح، وده اللي أثار جمهور الكورة في مصر وخلى دينا سمير غانم تتصدر الترند. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار الكل عشان يصلك كل ما هو جديد. أتمنى نكون موفقين وأتمنى النور رضاكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.